الولايات المتحدة تضع خطة لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. الخطة الأمريكية تتضمن تشييد رصيف يتيح وصول شحنات الغذاء والدواء والمعدات اللوجستية التي يحتاجها مئات الآلاف. من المتوقع أن تصل أولى الشحنات من قبرص، لكن توجد تحديات عدة أمام إقامة هذا الميناء. فواشنطن تضغط للوصول إلى هدنة تساعد في تسهيل إنشاء الميناء وفتح المعابر لتخفيف الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية لعجزها عن التدخل لدى إسرائيل لإنهاء الأزمة الإنسانية. في الوقت نفسه رحب مسؤول إسرائيلي بالخطة الأمريكية قائلا إن تل أبيب ستنسق مع واشنطن بهذا المشروع. من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أي آلية لتعزيز وصول المساعدات ستكون جيدة. ميدانيا أعلن الجيش الأمريكي مواصلة الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية، وقال إنه نفذ ثالث عملية في غضون أسبوع بالتعاون مع القوات الأردنية. تضمنت هذه الشحنة 38,000 وجبة. شحنات الغذاء الأمريكية تأتي ضمن محاولات تقودها دول عدة للمساهمة في إنقاذ الأفواه الجائعة بغزة. الأمم المتحدة تتوقع أن نحو 600,000 شخص باتوا على شفا المجاعة. واتهمت المنظمة الدولية إسرائيل بشن حملة تجويع في غزة من خلال تدمير المنظومة الغذائية. تحاول الجهات والقوى الدولية تفادي الأسوأ في قطاع غزة مع حلول شهر رمضان، خصوصا مع ضبابية إمكانية التوصل لهدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.